أشاد عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من منتسبي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالمشروع التربوي البحريني المتمثل بالمدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان جاء ذلك خلال ندوة تعليمية تم عقدها على هامش الحفل الثامن لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم تفاصيل أوفى في تقرير محمد لرشيدات لطالما سعت بلدان العالم المتقدمة إلى الاستثمار في البراعم الناشئة لكونها العنوان الأبرز في رفعة مجتمعاتها ونهضة أركان كل مجال حيوي هام تميل نحوه كفة ميزان التأثير الإيجابي الذي يحمله. والبحرين لطالما سعت جاهدة إلى أن تكون أنموذجا متلألئا في تهيئة جيل متسامح يحابب الانتماء ويسعى إلى تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في نفسه. مناهج دراسيه خط اطارها بقيم التعايش والحوار لتترجم الى سلوكيات حميده تلازم كيان الطلبه ولا تفارق اجواءهم المدرسيه ككل كوحده متكامله مكونه من خمسه عناصر تسهم في التميز المستمر للعمل المدرسي المتمثله بالقياده المدرسيه الى المعلمين ومن ثم الطلبه بالاشتراك مع اولياء الامور وصولا الى المجتمع المحلي على صعيد المدارس المعزه للمواطنه وحقوق الانسان هذا المشروع الرائد على الصعيد العالمي ايضا تم توضيح مراحل سير هذا المشروع كيف بدا ولماذا وماذا تحقق منه ونال ذلك استحسان الحضور حيث كانت هناك تجربه انسانيه تربويه اثرت بشكل كبير على سلوك الطلبه وحققت بالتالي دور مهم للمدرسه على صعيد التواصل الانساني مع المجتمع المحيط وداخل المدرسه، وكذلك بينا ما تم اتخاذه لتحقيق هذا الانجاز الرائد سواء على صعيد التدريب او على صعيد الانشطه او على صعيد الكتاب المدرسي، وقد حقق هذا المشروع نجاحا دعا وزاره التربيه والتعليم ان تقوم بتحضير الخطط ان شاء الله المستقبليه للتوسع فيه نظرا للنجاح الباهر الذي حققه. ما تم ذكره بايجاز اشادت بمضامينه وبشكل مستفيض السنه عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمختصين من منتسبي منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه اليونسكو من الذين توسعوا بذكر ميزات المشروع التربوي البحريني المدرسه المعززه للمواطنه وحقوق الانسان ليصفوه بالتجربة الرائدة على الصعيد العالمي عبر نافذة ندوة ضمها مقر اليونسكو في عاصمة الجمال والموضة باريس جاءت على هامش الحفل الثامن لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم. موضوع تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان في المدارس التي بدأتها البحرين كمبادرة رائدة وانا الحقيقه تشرفت في منذ فتره بزياره بعض هذه المدارس وهذه النماذج المشرفه، لاحظنا كيف ان هناك تفاعل جميل وكبير بين الطلبه في المجتمع المدرسي في التعايش والحوار واحترام الاخر، كل هذه القيم الانسانيه الحقيقه تم تقديمها من خلال هذه المبادره الرائده، وانا اتصور بان هذه المبادره مفخره ليست للبحرين وانما للعرب كلهم. وكذلك ادعو ان يعني المنظمات والدول الاخرى تستفيد من هذه المبادره تعقيبا على العرض الذي قدمته مملكه البحرين اننا نقدر الجهود الكبيره التي تبذلها البحرين من اجل تطوير التعليم ومواجهه التحديات وبناء الاتجاهات الايجابيه بين الطلبه ما زاد من رقعه ذكر محاسن التجربه التي قد تنفرد بتطبيقها البحرين على الوجه الاكمل ذلك الشرح التفصيلي والايضاحي الذي بين النقله النوعيه والمتقدمه التي طالت هذا المشروع التعليمي الرائد في البحرين عبر تطوير ممنهج للمناهج الدراسيه ورفض مختلف الانشطه الصفيه واللاصفيه المنتقاه بعنايه فائقه الهادفه الى تحويل الفضاء المدرسي بكل مكوناته الى فضاء متناسق يعمل لبناء وغرس قيم التسامح لدى الطلبه بشكل يومي ليسهم ذلك الى انخفاض ملموس في نسبه العنف بين الطلبه وتحسن سلوكهم داخل المدرسه وارتفاع نسبه انضباطهم والتزامهم وميولهم نحو لغه الحوار فيما بينهم بصوره عززت لديهم روح العمل الجماعي والفريق الواحد. مشروع تعزيز قيم المواطنه وحقوق الانسان ياتي كجزء من كل لابرز انجازات المسيره التعليميه البحرينيه. مسيره يلازمها التقدم بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل قياده حكيمه تنظر الى التعليم كاحد اهم المجالات التي يستند عليها بناء الامم ورفعتها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات